احنا هون بحي القابون رابطين بالعاصمه دمشق على اطراف الاستراد الدولي على الاعداء النصيريه اعداء الدين، وباذن الله جاهزين لاي محاوله تسلل او اقتحام. الجيش يبعد عنا أمتار قليلة، ونحن إن شاء الله صامدون، ونحن جاهزون لأي مرحلة تسلل أو اقتحام علينا، ونحن إن شاء الله لن نخرج من هنا. ما عنا غير هاي البلد، يعني وين بدنا نروح؟ وما بدنا منكم غير تدعوا لنا. شو هذا النار محتاج هذا الجيش.